بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية كنشكر الموقع zeyocity.net على الفرص اللي كيعطي لنا بالنسبة للمدينة ديال زيو. فنحن في مدرسة النسيم بمدينة زيو، وأنا المالك ديال هذه المؤسسة. فهذه المؤسسة الحمد لله واحد الفضاء رائع، وإضافة للآخر الوسائل اللي فيها بالنسبة للقاعات، كاين 17 قاعة وكاين ساحة في المستوى، وكاين موقع كذلك جناح للرياضة وجناح للألعاب للأطفال الصغار، وكاين مكتب ديال الاستقبالات والإدارة، مكتب المدير، مكتب الأساتذة، مكتب الإعلاميات والمكتبة، وكاين واحد العدد ديال الأمور اللي احنا وفرناها للتلميذ. وهذه مصلحة ديال الساكنة ومصلحة ديال التلاميذ ومصلحة ديال المدينة بأكملها. والحمد لله هذا النهار الافتتاح ديال الموسم الدراسي 2021 و2022، وكان واحد الإقبال مهم جدا بالنسبة لهذا الصباح. كانت الآباء والأمهات رافقوا أبنائهم لهذه المؤسسة ومشوا فرحانين، لأن حطوا أولادهم في واحد المكان اللي في المستوى بالنسبة للمدينة ديال زيو. وكذلك الآباء والأمهات مطمئنين على أولادهم، لأنه هذه أمانة. وحنا أنا كمؤسس وبالنسبة للطاقم المسير وبالنسبة للمدير والأساتذة والأستاذات كنشكرهم من هذا المنبر أنه داروا مجهود وغادي يديروا مجهود، لأن النتيجة إذا كانت النتيجة في المستوى راه المؤسسة تطلع، وإذا كانت النتيجة خايبة فلا قدر الله، ولكن ما بغيناهاش. ولكن الآن أنا جد مسرور على أنه غادي تكون النتيجة حسنة، وكنقولوا للساكنة والأبناء الناس اللي جابوا لنا الأبناء ديالهم سواء كانوا آباء أو أمهات، فيطمئنوا على أبنائكم. فنحن رهن الإشارة وغادي نديروا جميع المجهودات ونديروا المرحلة الثانية، وهو المرحلة اللي استفاد التلميذ في هذه المؤسسة. أما المرحلة الأولى هو التجهيز والبناية وداك الشيء راه درناه، ولكن كيبقى الدور ديال الأساتذة والدور ديال الطاقم المسير، فغادي يدير المجهود ديالو. ومدير المؤسسة معروف على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الإقليمي، سي حسين أجعير، معروف عند الجميع، فهو المدير ديال المؤسسة، وكاين طاقم المرافق له. وختام نتمنى إن شاء الله بحول الله أنه يوفقنا باش نكونوا عند حسن ظن الآباء والأمهات، ونطلب الله تعالى يكون هذه السنة سنة سعيدة وسنة فيها النتائج جد مرتفعة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. وغادي نشكر زيوسيتي مرة أخرى على هذه الالتفاتات اللي كتديرها معنا، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي بعث معلما ورحمة للعالمين. كما لاحظت اليوم أنه كان عندنا افتتاح الموسم الدراسي، المؤسسة ديالنا دشنت أول موسم دراسي ديالها 2021 2022، واللي حضروا واحد العدد كبير من الأمهات وآباء وأولياء التلاميذ الذين أبوا إلا أن يقاسموننا هذه اللحظة التربوية الدقيقة، ويشاطرون أبناءهم في هذه اللحظات الدقيقة من حياتهم، والتي ستبقى دائما خالدة في الذاكرة. ولا شك أن هذه المؤسسة التعليمية الجديدة إن شاء الله ستشكل قيمة مضافة للعمل التربوي بالمدينة والإقليم، وستشكل إن شاء الله كذلك قيمة إضافة للمنتوج التعليمي الجيد. ونحن بدورنا إن شاء الله سنسعى جاهدين على تسخير
مختلف إمكاناتنا وقدراتنا المعرفية والبيداغوجية والديداكتيكية من أجل إفادة فلذات أكبادنا. كما أن المؤسسة إن شاء الله سوف توفر للتلاميذ وستسمح للأساتذة باستخدام مختلف الدعامات الديداكتيكية ووسائل التكنولوجيا الجديدة التي تتوفر عليها المؤسسة والتي من شأنها أن تفيد التلاميذ. وكذلك لا شك أن التلاميذ سوف يجدون في هذه الفضاءات أجواء مريحة ستساعدهم إن شاء الله على مزيد من التحصيل وعلى مزيد من المعرفة. وكما أنهم إن شاء الله عازمين على أن نبرمج مجموعة من الأنشطة الموازية التي سوف تواكب مختلف العمليات التربوية بهذه المؤسسة، ونتمنى صادقين أن نكون في حسن ظن أمهات وأباء وأولياء التلاميذ وكذا الأطر التربوية الذي وضعنا في إدارتنا وفي طاقمنا الإداري وكذلك في طاقمنا التربوي الثقة من أجل إفادة هذه الفئة البريئة إن شاء الله. وشكرا، وأحيي مرة موقع زي سيتي والنت الذي هو دائما في قلب الحدث ومع الحدث ويواكب جميع المستجدات التربوية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وشكرا.